لا ذكرت سابقا موضوع لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، نطبقها على الخير، لا تؤجل تدريب اليوم او مواكبه اليوم او معاملتك للحصان بالمثل الان بعد شوي، يعني لا تؤجل المواكبه في حاله معينه لوضع اخر. زي ما قلت اولا كيف تسوي شيء هذا حسيا المفروض ما تستطيع توقف عن المواكبة، ثانيا ان مواكبتها الان مجاملة له بعد شوي ببالغ في اللي قاعد يسويه، فتضطر تبالغ في مواكبتك له، فبتعوض عن عدم مواكبتك له سابقا بفعل شيء زاد عن اللزوم حاليا. اربط الموضوع هذا مواكبتك للحصان في امور مرتبطة باللي تسويه بعد شوي، بمعنى في الطريقة هذه انت مواكب حصان طول طلعة بعد او ركوب، فاي اندفاع منه يعتبر سرعة، يعني مسار خراب هذه الى اخره انت قاعد تواكبه، فيعتبر تمرين سرعة، قاعد ترد عن الاندفاع او الحرمه، فهذا تمرين سرعه، قاعد ترد عن محاوله اخذ الاتجاه، فهذا يعتبر تمرين اتجاه، بدون ما تسوي تمرين اتجاه مواكبتك لما يفعله تعتبر تمارين. فالقفل طبعا في شيء هذا، لكنك ماسك واحده مخلي الحصان يسوي اللي يبغاه بحدود الفراغ. فلما يكون ما في مواكبه لرفض الحركه واضحه ثم فجاه تبغى تهذبه، او العكس ما في مواكبه لمحاوله زياده السرعه واضحه ثم فجاه تبغى ترد اذا هذب او اذا وسع، تعاني اذا كنت تركب خطط على بشكل واضح، او اذا كنت تقفل تعاني بحدود الفراغ يسوي اللي يبغاه. والطريقه هذه ميزتها طول الطلعه وهو يحاول يزيد انت مواكبه فمخففه، فلما تحاول ترد في الهذب الواسع سهل ترد لانك لك ساعه قاعد توزن فيه حتى كحصان موزون يعني. لكن التحريك لما تكون مواكب خموله او هدوء او تردد في الحركه في الليل وغيره، مواكبتك لعدم رغبته في التحرك تجعله يتحرك بسهوله، مما يجعله لما تقول له اهذب او وسع الى اخره بسرعه يتحرك. اذا طول الطلعة قاعد أواكب رفضك للحركة بسفر عن سببه، فبسهولة أحرك لما أبغى أحرك. طول الطلعة قاعد أواكب محاولتك للاندفاع، فبسهولة أردك لما أبغى أردك. لكن لما طول الطلعة بشغل خاطئ مهملك تمام خليك تسوي اللي تبغاه، ثم فجأة أبغى أحرك طبيعي عنك، لكن طبيعي عني لما أبغى أردك. هذاك في القفل لما طول الطلعة صح موزون لكن الفراغ له تماما، سواء في تحريك أو في توقيف، طبيعي لما أجي أحاول أحركه أو لما أحاول أرده بعاني بحدود معينة، حدود الفراغ خلينا نقول.